تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لإدخال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وشهد معبر رفح البري دخول أكثر من 200 شاحنة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم، بالإضافة لست شاحنات وقود، فضلا عن استقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. كما شهد المعبر اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تم تجهيزها بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدا لدخولها لمعبر رفح.